يا الله يرحمه، هذاك ماشي صديق ديالي، اخ ديالي الله يرحمه. عيط لي السيد اللي كان خدام معاه، كنت سيدي رحال، جيت من سيدي رحال للمحمديه، يعني جيت بواحد السرعه تقريبا درت ميم با، درت واحد 50 دقيقه وصلت. كنحل الاسانسور تحتاني ديال التروازيام، كنطل كيبان لي اليد ديالو، طلعت الكاتريام باش نحل عليه زعما نشوفو، مابغاش تحل لي الكاتريام. اضطرينا اننا فلصنا الباب، ما فلص الباب كنقول انا نلقاه 100% غنلقاه مغيب ولا. ملي كنفلص الباب كنتفاجئ كنلقاه هذيك الساعة هذيك اللحظة ميت، مزيرو السانسور من جهة الحوض ديالو، يعني تقريبا قتلو السانسور، قتلو بواحد ظرف ديال جوج دقائق ثلاث دقائق، يعني الجزيرة اللي مزيرو في واحد جوج دقائق، ميم با ثلاث دقائق ونص باش قتلو. الله يرحمه الله يرحمه، كان انسان صراحة انسان طيب، ضعنا فيه ضعنا فيه صراحة، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ، هذه مشيئة الله قابلينا الحمد لله. ساعة مني جيت لقيته أنني قلت كما قلت لك مزير، مات مخنوق، ماشي مات مخنوق بالسنسور، يعني زيرو ما خلاش يتنفس، وجهه زراق تنفخ، أما أسنانه كلشي باقي بخير. حاجة وحدة اللي غتكون تهرست فيه هي اليدو، اليد اليسرى اللي تهرست، اما هو كان واحد الوقايه ما قدروش يريسكي، وانا ديك الساعه مع داك الحر ديال الموت وخويا ما خممتش، واخا حبسوني تلاحيت وسط الاسانسور الداخل باش عاونتهم جبدتو وعطيته لهم، لانني بانوا لي كيجروا هما ما قدروش يريسكيو، وحنا ولينا بغينا نخرجوه، اضطريت انني تلاحيت واخا حبسوني تلاحيت باش جبدتو. هذا الشيء اللي كاين، اما باش يقول لك شي واحد كيقول مهرس ومقسوم على النص ومارسين لي سنانو، هذا الشيء ما كاينش. انا اللي حضرت ليه وحضرت من يعني اول واحد حضرت شتو، تقريبا اول واحد شتو السيد، ما متوشي فيه حتى شي حاجه، ما خطا اليد اليسريه اللي تهرسات، وغيكون الورك مي وركات لي على الورك، اما سنانو ولا شي حاجه اخرى ما طاري لي حتى شي حاجه، يقول مقسوم ولا شي حاجه ما كاينش، خرجنا سليم. ايوا الاجال ديالو الله يرحمه. واش هو كان خدام مع شي شركه ولا الشركه ديالو اللي كانت كتصيب هذاك؟ لا هو ديال شركه، عنده شركه ديالو هو خاصه، هو مو الشركه ولا سوسيتي ديالو، هو ما كانش خدام مع شي شركه، هو ديجا كان خدام مع شركات اخرين، ولكن ما بقاش معاهم، ديال الشركه ديالو راسو وديبلومي، يعني تكنيسيان، راه الشركات كيعطيو الخدمه، يعني محنك ماشي شي واحد. الاجال ديالو ما ندخلوش في التفاصيل، الاجال ديالو وفى الله يرحمه. هادشي اللي غير بالنسبه، شحال عنده ديال الوليدات ولا شي وليدات انت كان؟ عنده ثلاث البنيات وكلهم تقريبا باقي صغار، عنده 3 سنين 7 سنين 10 سنين كلهم باقيين صغار. دابا المشكل اللي كاين دابا، حنا باقيين كنجريو، بغينا الدراري ما بغيناوش يضيعوا، وضعنا فيه هو الدراري وليداتهم، اليوم غادي نعاونهم غدا نعاونهم، هاد الشهر غنتقهروا، خاصنا نخليو لهاد الدراري شي حاجه يبقى اللي يستافدوا من هاد الوليدات تيكبروا، يعني نشوفوا هاد الشركه هاد اللي كانوا خدامين، واش عندهم شي لاسيرونس، عندهم شي حاجه اللي تعوضوا هاد الوليدات. اما هو مسكين الله يرحمه، راه مشى لدارو، ما نقولوش هذاك السيد، حنا نشهدوا له امام الملا، نشهد له انه كان راجلا صالحا، وكنقولوا للناس يشهدوا اننا نشهد له. هذا الشيء اللي كاين اخويا.